ازيك يا شباب؟ دلوقتي هنلعب لعبة روكت جامب. خلينا نوصل الفيديو ده 70,000 لايك عشان نشوف احتراف الفيديوهات. فاكيد دمت ناس هتحداه التيم الازرق والتيم الاحمر، فانا المره دي عشت مع ناس. يا ماما يا لهوي، خلاص صح. الحمد لله اللي انا راح بصحابي. تعالوا يا تزكوني. يلا اصدقائي يفوزوا. اصدقائي يفوزوا صح؟ الله علي، شفتوا من الزرقوا شباب؟ شو صدق نفسك؟ يمكن واحد يجيب التاني صح؟ هل بس تطلع فوق؟ ده واحد صح؟ اشوفه جنبي. ايه يا زميلي، انت فينك من بدري يا اخي؟ فينك من زمان؟ انت سايب كله وكل العيال سايبين الباقيين وبنشيله مع الاصحاب. ازاي جاب لي اثنين؟ شباب اتمنى منكم تساعدوني. ازاي جاب لي بسرعه؟ جبت والله 100 100. هوب خلاص. يا زبيلي انت ضحكت عليا كده. نشوف كده تاني. عظيم مين تقريبا راح من ده صح؟ الله يفوزنا يا شباب. شفتم الاحتراف؟ الاحتراف لي انا. خلينا نشوف تقريبا انا جيت في المدة. خلينا نخش لحسن. انا دخلت مختلف غريب، فانا المرة دي الشبح ده ولا ايه؟ عفريت والله. ايه ده اتنين بس؟ انا والبنت ليه؟ يا راوي عفريت والله. يلا بينا يا شباب، خلينا تقريبا في الجامب صح؟ هو فين؟ سمعت صوته؟ انا اروح يلا ما تلعبش في البتاع. يلا
يلا احنا مش جايين نلعب. يلا ضرب ضرب يب يب ظلم يا شباب ظلم. الاحتراف يا لهوي يا بابا والله عفريت يخرب عليك والله نزل تحت تقريبا واحد جه شايف صح. باي باي بنطلعه اختفى صح عفريت الولد بيلعب بيحاول يجيب انا كام؟ 9 لـ10؟ يا خراش يا حلاوة يب حلاوة أولو يبابا يب هو اللي اشترك زل ولا زل فخر الدنيا والله اير شمض صغير يا ماما انا زيني تحت ده زي كأنه جيم تاني تعالى انا ويجرى كتب تقريبا لازم اطلع فوق انا اصدم شويه عمال كظاهر اهو دخل علينا دخل علينا ده مشيت واحد شوي يا شقي يا شقي شقي وادي مش هتبلش هتجلل تاني جاتني صح يبقى زميلي عرف صح 100 100 لو فزنا 100 100 لو ما فزناش ايه ده خروجي ما شكلهم هيفوزوا مش 100 100 دلوقتي شباب او المرة دي همسح اللعبة دي يبي فالنهاردة انا هلعب بابجي النهارده هلعب بابجي يا شباب مع زميلي كوكو تقريبا هو زميلي كان بيلعب معايا بابجي بس تقريبا هو خلاص مش هيلعب هو هيلعب جيم معايا بعد شوية بس ماشي ازاي يا نودي هو ده اللي جاب يا شايف شرشر تاني بقى خراشي شوف المسترب بقى نزله بقى ونشوف الفجر شوف صح شكلي شوف صح تعالي انا جاري امسك شوية امسك خبه كان عمل خط السوسة وادي خط السوسة دبابي كنت واحد زي الفل
دلوقتي كلهم هنا كلهم جايين والله. شا طب نجيب العيال بقى من فوق، نطلع فوق واجيبهم بقى. يلا يا معلم. يا سلام. اوبا 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 اوبا. مشكت واحد، تعالى لا مشتش هون. شكلها نتنسف، نحاول ننط بس. اخ مش مش يمشي. ايه رايك مش باين يا رفعة؟ شبابي ورحت عنده والله. الواد ده جابني كان معاه السلاح ده، السلاح بتاع الولد دي بقى اللي كان بيجيبني عشان حاجه صعبه خالص عشان يجيب عيال دول، عشان هما عيال بطيخ، عشان تيم اصلا بطيخه، التيم بتاعي عيال بطيخ كله. واحدة اهو خليهم تحت يا شباب. تعالوا 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 يا مفتر يا غدار. حرام ده ظلم ظلم مش ايه. لا خسرنا الجيم صار. والتيم بتاعي كان بطيخ، تيم بطيخة تقريبا. انا لعبت الجزء ده والجزء ده والجزء ده. المرة دي عشان أول مرة أرزي كنا بفنش زومبيات. مطورين اسلحتهم. يا شيخ يا شيخ. واحد شيخ واحد صعب. مش مش مين واحد من فوق جبني. شكله يجيب سلاح. استنيني. مين عشان يجيبني؟ يلا ضيق صدمة. يا لاوي ايه ده؟ زومبي هاول. شكلهم كده يفنشوا صح؟ بس دي بس لوحدي
واحد على فهد شو واثنين عندهم ثلاثة يا حلاوة شكلهم هي هيتفنشوا عشان لو شافونا تعالى بسرعة ما بيحسش ده ولا ايه؟ والله ضربته ضربتين ما بيحسش حاجة غريبة.